أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما المقصود بفتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا في الدنيا، وفتنة الممات فتنة القبر، أو أن الميت عند الغرغرة يفتن أيضا، تعرض عليه الأديان ويأتيه الشيطان ويدعوه إلى الكفر، يدعوه إلى الكفر وقد يموت على الكفر. ففتنة الممات تشمل فتنة المحتضر وتشمل فتنة القبر. نعم، فالميت يحضره الشيطان وقت احتضاره، ولهذا قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني عند الموت. نعم.